ميلان جانوا الدور الايطالي سيري اي، شفنا كيفاش كانت المباراه وين شاهدنا هدفين لجانوا في الشوط الاول، وين انتهى الشوط الاول بهدفين لصفر. شفنا كيفاش بانديف الذي سجل الهدف في الدقيقه السابعه، شفنا فرانسيسكو اضاف الهدف في الدقيقه الـ41، يعني شاهدنا زلاطان وين قلص النتيجه في الدقيقه الـ71 لميلان، وين هذا الدور الايطالي دار السيري اي الجوله الـ26 المباراه من مؤجله من يوم 1/3/2020. شفنا كيفاش كانت المباراه، شفنا كيفاش بولي ستيفانو المدرب تاع ميلان وين دخل بخطه 4-2-3-1، شفنا كيفاش دافيد نيكولا المدرب تاع جانوا اللي دخل بخطه 3-5-2 وين كما نقولوا حنايا خادع بها المدرب ستيفانو في ميدانه. شفنا كيفاش اندريا، شفنا ماثيو، شفنا الينسون، شفنا ثيو، شفنا فارناك كيسي، شفنا اسماعيل بالناصر، شفنا كيفاش سامويل، يعني شفنا زلاطان، شفنا كيفاش جون كوم، رافايال، ليوم ليو، يعني كانت نقولوا بلي كانت المباراة كانت رغم أن شاهدنا كيفاش ميلان وين رمى بكل ثقله لكن بدون جدوى امام شنا كيفاش ماتيا الحارس بيرنان مارتيا اللي انقذ المرمى تاعو، شنا ادم، شنا دافيد، شنا اندريا، كريستيان، فرانسيسكو، شنا كيفاش دومينيكو، شنا انطونيو، ستيفانو، شنا كيفاش فيليب، شنا اندريا كذلك من جانب جانوا الذي خدع ميلان في ميدانه امام جمهوره. يعني كانت نقولوا بلي 54% نسبه استحواذ الميلان، 46% بالنسبه لجانوا، شفنا كيفاش 186 تمريره فقط جانوا، ميلان 325 تمريره، لكن بدون جدوى امام فريق عرف كيفاش يلعب حتى لاخر دقيقه، وين شفنا كيفاش ميلان وين عمل المستحيل من اجل التعديل والفوز لكن بدون جدوى. هذه هي الجوله نقولوا باللي الجوله وين شاهدنا الجوله 26 الدور الايطالي الدار سيري اي، ميلان هدف، جانوا هدفين، انهزام ميلان في ميدانه امام جانوا بهدفين لهدف صحيح.